Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. معكم احمد زينتي، معكم فيديو جديد افضل جديد ودروس تعلم اللغه الفرنسيه. درس اليوم درس مهم بزاف، الناس اللي تقراو، الناس اللي اوسي خدامين، الناس اللي باغيين يشدوا اللغه الفرنسيه، ضروري بانك تشد هذا الدرس هذا اللي هو لا كوز، ولا تنقولوا له لي كومبليمون سيركونستانسييل دو كوز، اتفقنا؟ ولا لي كونجونكسيون دو كوز، اتفقنا؟ عنده بزاف ديال الاسماء، مي هنايا اختصرته لا كوز اللي هو السبب. كيفاش ندير نعبر على السبب في اللغه الفرنسيه؟ شنو هما لي زيكسبريسيون اللي تنقدر نستعملهم باش نعبر على السبب؟ يعني طريقه بسيطه، حاولت نعطيكم لي زيكسبريسيون اللي تنستعملوهم بزاف، كاينين دوطخ مي حاولت نعطيكم اللي تنستعملوهم بزاف باش تعقلوا عليهم، ونعطيكم معاهم دي زيكزامبل هكا باش يجيوكم ساهلين وتفهموا كيفاش تنقدروا نوظفوهم فاسيلمون، ما فيهمش حاجه اللي هي صعيبه. غير ركز من الاول ديال الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو، ان شاء الله غادي تخرج فاهم وغادي تولي تتعبر على السبب بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وصحيحه في نفس الوقت. بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو معايا عن بعد، راه كاين دابا التسجيل حاليا في دوره جديده اخرى، هذه دوره ديال مستوى مبتدئ. الدوره هذه فيها 3 شهور، فيها 3 شهور عفوا 3 شهور، 3 ديال الحصص في السيمانه، الثمن ديال 3 شهور غير 250 درهم، كاين تخفيض دابا حاليا، هادشي علاش 250 درهم، ما نورمالمون تكون 300 درهم. الوغ 250 درهم، 3 شهور، 3 ديال الحصص في السيمانه، مستوى مبتدئ، تشوف فيها غرامير كونجيكيزون او كومونيكاسيون. كنتي مهتم تواصل معايا على الرقم ديالي 0645025133، 0645025133، كتب لي ميساج واتساب قول لي انا مهتم ولا جو سو انتريسي، نصيفط لك معلومات ديال التسجيل وتسجل وتحجز المقعد ديالك معنا ان شاء الله باش تبدا معنا هاد الدوره هادي، ومرحبا بك. نرجعوا للدرس ديالنا اللي هو كيف قلت لكم لا كوز، كيفاش ندير نعبر على السبب، شنو هما الكلمات ولا شنو هما التعابير اللي تخليني انني نعبر على السبب. خصك تعرفي ان هنا تنهضروا على هاد لا كوز ولا هاد لي زيكسبريسيون غادي تستعملوا تردهم دي كونجونكسيون، بحيث انني تربط لي جمله بسيطه مع جمله بسيطه باش تولي عندي جمله مركبه. نبدا باول واحد اللي هو اكثر استعمالا اللي هو باسكو، باسكو راه كومبليمون سيركونستانسييل دو كوز، تنستعملوه باش نعبروا على السبب، معناته هو لان، تفقنا؟ لان هادو كلهم المعنى ديالهم تقريبا هو حيت، بالفرق بالعربيه حيت، تفقنا؟ حيت كيف تنقولوا حيت، علاش ما درتيش هادي؟ ما درتهاش حيت كنت مريض مثلا، فهمتوني ولا ما فهمتوش؟ يعني هذا هو المعنى ديالو باللغه العربيه. دونك ركزوا معايا في هاد لافراس، قلت لك il est fatigué parce qu'il a travaillé toute la nuit، هو عيان حيت خدم الليل كله، لاحظتي حيت، هو عيان، هو عيان، علاش؟ هو عيان إلي فاتيكي باسكو لا ترافايي توت لا نوي، حيت خدم الليل كله. يعني أول إكسبريسيون عندي اللي هو باسكو، هذا تنستعملو تنحطو ديما في الوسط، هذا تنستعملو في أغلب الأحيان تنحطو في الوسط، تفقنا؟ تنجيب لا بخوميييغ فراس ديالي، هاهي سيت أون فراس سامبل، حطيتو هنا زدت أون أوتر فراس سامبل، ولا عندي واحد لا فراس اللي هي مركبة، تنتمنى الفكرة تكون واضحة. ندوزو للتعبير الثاني اللي هو بويسكو، بويسكو تنستعملو سوا في الاول ديال لافخاز ولا في الوسط ديال لافخاز، عندو جوج ديال البلايص، يقدر يجي في الاول ديال لافخاز ولا يقدر يجي حتى هو حيتاش. مثلا هنا نعطيكم هاد لافخاز، قلتلك بويسكيل بلو نوز الون غيستي ا لانتيغيوغ، بويسكيل بلو نوز الون غيستي ا لانتيغيوغ، حيت تطيح الشتا بقينا لداخل، زعما في الدار، حيت تطيح الشتا بقينا لداخل، اتفقنا؟ نقدروا نديروه مثلا ما نديروش في الاول، نديروه الوسط، نقول لك نو زالون غيستي ا لانتيغيوغ بويسكيل بلو، اتفقنا؟ تنتمنى الفكرة تكون واضحة، بقينا جالسين داخل حيت تطيح الشتا، تنتمنى الفكرة تكون واضحة، أنا ما درتوش الاول، هذا بويسكيل بلو نو زالون غيستي ا لانتيغيوغ، مي نقدر نقول نو زالون غيستي ا لانتيغيوغ بويسكيل بلو، بقينا جالسين لداخل حيت الشتا تطيح، تنتمنى الفكرة تكون واضحة. ندوزو للثالث، هاد كوم، كوم عقلوا عليه لاتكم بزاف، كوم ماشي مثل هنا، راه كوم هنايا ديال السبب، كوم اللي هو توا حيتاش، حيتاش، هنا كوم ديما تيجي في الاول ديال لافخاص، ما تيجيش في الوسط نهائيا ديال لافخاص، تيجي في الاول ديال لافخاص، تفقنا ولا ما تفقناش؟ ركزوا، مثلا قلت لك كوم إلي أون غوتار، إلا مونكي لو، إلا مونكي لو بوس، كوم إلي أون غوتار، إلا مونكي، مون، هادي مونكي لو فاغ مونكي، إلا مونكي لو بوس. بما انه لا حيت هو معطل ضيع ولا زقل بالدارجه ديالنا زقل الطوبيس، حيت هو معطل زقل الطوبيس، هذه ما تحطوهاش الوسط تجي ديما في الاول، تقول لك كوم اي اون غوتار، راه نقدروا هاد لي فراز هادو نقدروا نبدلو فيهم هاد لي كومبليمون سيركونستانسييل، مثلا هات ناخذ هاد لا فراز مثلا نقول لك كوم اي لا ترافاي توت لا نوي اي لي فاتيغي، حيت خدم الليل كله هو عيان، نقدر نديرها في هاد لا فراز هادي نقول لك كوم اي بلو نو زالون ريستي ا لانتيغيوغ، حيت تطيح بقينا جالسين لداخل،
تفتقنا وتا هادو راه نقدروا نحطوهم فين ما بغينا، يعني هادو راه نقدروا نبدلوهم، خصك انت تعرف بزاف فيهم وتولي تستعملهم. دونك غادي ندوزو للكاتريام فراز، ركز معايا في الكاتريام سانكيام فراز. عندنا اكونس دو وعندنا غراس ا، هادو تا هما ديال السبب، غير وحده سبب سلبي وحده سبب ايجابي. اكونس دو سبب سلبي، ركز معايا فاش يكون عندك سبب سلبي ما دير لي بويسكو لا باسكو لا كون، تدير اكونس دو. وفاش يكون عندك سبب ايجابي ما تدير لا بويسكو، تدير غراس ا. اتفقنا؟ نعطيكم اكزومبل، مثلا قلت لك ا كوز دو ترافيك جو سوي اريفي اون روتار، بسبب الزحام، بسبب الزحام جيت معطل. ها هي وصلت معطل، اتفقنا؟ بسبب الزحام وصلت معطل. هنا سبب ايجابي ولا سبب سلبي؟ سبب سلبي، حيت انا وصلت معطل. اتفقنا؟ الوغ عندنا لا فراز الاخرى، قلت لك جي ريوسي مون اكزامان غراس ا طون سوتيان. ركز معايا هنا، تنقول لك نجحت في الامتحان ديالي بفضل الدعم ديالك، بفضل الدعم ديالك. هنا واش سبب سلبي ولا سبب ايجابي؟ طبعا الحال سبب ايجابي، حيت انا نجحت في الامتحان ديالي، ولكن باش بفضل الدعم ديالك غراس ا طون سوتيان. تتمنى ان الفكره تكون واضحه. هنا عندنا ا كوز دو، ولكن راه فاش تكون هذه الكلمه اللي باديه الاولى كانت مذكره راه تتولي دو، حيت دو بلس لو تتولي، حيت كاينه قاعده شنو تتقول لك؟ القاعده تتقول لك دو بلس لو تيغال دو. تعقلنا؟ عقلوا عليها. دو بلس لو تتولي، وعندي عاوتاني ا بلس لو تتولي، و مثلا تنقول لك جو سوي او ماروك. تفقنا؟ جو سوي او ماروك، ما نقولك جو سوي مثلا، ما غاديش نقول لك جو سوي الو ماروك. تفقنا؟ مثلا جو في او سينما، ما غاديش نقولك جو في الو سينما. هنا عاوتاني دو لو، ما غاديش نقولو دو لو، غادي نقولو دو. تتمنى ان الفكره تكون واضحه. يعني هادو هما لي كومبليمون سيركونسونسيال ديال لا كوز، هادو هما الادوات اللي تيخولوا لي انني نعبر على ياج على السبب باللغه الفرنسيه اللي هو لا كوز، بواحد الطريقه اللي هي صحيحه اللي تتخول لي انني نتحول من الجمله البسيطه للجمله المركبه بكيفيه سلسه وسهله. بغيتكم تخليو لي في لي كومونتير 3 فراز، عفوا هو انا ما عرفتش علاش بدا ندير لك 3 فراز. وحده غادي تجي فيها، ركز معايا، غادي تجي فيها باسكو، دوزيام غادي تجي فيها كوم، ثوازيام غادي تجي فيها غراس ا. الوغ باسكو كوم و غراس ا، بغيتكم تصوبوا لي 3 فراز فيها باسكو، دوزيام فراز فيها كوم، ثوازيام فراز فيها غراس ا. بطبيعة الحال غراس ا راه سبب ايجابي. تفقنا ولا ما تفقناش؟ كيف ديجا قلت لكم عاوتاني، بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو معايا ان بعد، فاش تقرا معايا ان بعد تكون عندك لا بوسيبيتي ديال انك تواصل معايا. راه هنا كاينين دروس في يوتيوب و غراتويتمون، مي فاش تقرا معايا تنخدم معاكم في جروب، يعني تتكون عندك لا بوسيبيتي ديال انك تواصل معايا، ديال انني نصح لك لي زيكزارسيس لي تيكونوا، يعني تكون عندك دي زافونتاج. راه كاين البريميوم وكاين الفري، مثلا في يوتيوب فري يعني غراتويتمون، مي البريم بريميوم الناس اللي عندهم قدر الاستطاعة، مثلا راه 250 درهم 3 شهور ماشي ثمن بزاف. الناس اللي باغا راه تانفيستي على راسها باش تعلم، يعني تتخسر على راسها باش تعلم. 3 شهور 250 درهم ما كاملاش 100 درهم الشهر، يعني ثمن اللي هو رخيص. هنا تتخول لك انك تتعلم بطريقة صحيحة، حيث ان غادي نوجه دروس مرتبين، هاد الدرس الاول، هاد الثاني، هاد الثالث، هانت وحلتي في هذه، ها شنو خصك دير، بغيتي تتعلم هذه، ها كيفاش دير. المهم كاينين بزاف ديال المراحل وبزاف ديال الخطوات. نتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، تتمنىكم انكم تكونوا استفدتوا، هذه اهم حاجة بالنسبة ليا. كان معكم ميمات زينتي، الامل القاكم في فيديو جديد، ونقول لكم السلام عليكم.